تحياتي لحضراتكم واهلا بيكم حلقه جديده من برنامج مصر جميله، وبنصبح على حضراتكم ودايما يا رب. الفقره الثانيه طبعا وبنتكلم على مصر جميله. مصر جميله دايما بكل ولادها اللي بيشرفوها وبيرفعوا راسها في كل الحقيقه المحافل الدوليه. النهارده هيكون معانا اثنين من الفنانين الكبار اللي يمكن شاركوا في اعمال انا بشوف ان هذه الاعمال بتحتاج لانتاج ضخم جدا، بتحتاج لمجاميع، بتحتاج لافكار، بتحتاج لرؤيه مخرج مختلفه شويه، وهي افلام الحروب ومسلسلات الحروب. روسيا بتنظم مؤتمر دوري كل سنه، بتتكلم مهرجان عفوا، مهرجان دولي كل سنه بتتكلم عن افلام الحروب على المستوى العالم. النهارده هيكون معايا ضيوفي باذن الله، وهنتكلم على مهرجان يوري نيكولانش اوزوريف للافلام الحربيه في دورته ال 17، وفاز فيلم على الحافه بالجائزه الاولى في هذا المهرجان. وطبعا بالتاكيد شيء عظيم جدا ان احنا نعرف التفاصيل ونعرف الكواليس وازاي احنا قدرنا نفوز على بلاد كتير مشاركه في هذا المهرجان بامكانيات ضخمه، مصر مش اقل من هذه الدول. بيشرفني والحقيقه في هذه الفقره وهتكون فقرتنا الاولى باذن الله، بيشرفني المخرج الكبير الاستاذ اشرف سمير عبد الباقي، وهو مخرج هذا العمل فيلم على الحافه، وبيشرفني المنتج ايضا الكبير الاستاذ طارق الشيمي منتج هذا العمل. وبنتكلم على انه تقريبا 60% من هذا الفيلم تم تصويرها هنا في مصر. تفاصيل وكواليس الفيلم اتعملت ازاي هنعرفها ان شاء الله مع حضراتكم بعد هذا الفاصل من ضيوفي الكرام. من فضلكم خليكم معنا. وعي كبير جدا عند المشاهد المصري الحقيقة بأهمية السينما، والسينما كان ليها قدرات فائقة، وطول عمرنا بنتكلم على قوة مصر الناعمة، وبنتكلم على المشاهد اللي كانت ولا أجمل ولا أروع من كده في أفلامنا السينمائية القديمة، وبنتكلم على كمان توثيق للحظات تاريخية مرت عبر العصور في بلدنا مصر. النهاردة بنتكلم الحقيقة وبنتشرف إنه يكون معانا اتنين من المصريين اللي رفعوا اسم مصر الحقيقة في مهرجان احنا مش عارفين عنه كتير، لكن في روسيا او في العالم او المهتمين بالجزئية دي عارفين انه من اهم المهرجانات اللي بتقوم بيها روسيا، وهي مهرجان الافلام والمسلسلات الحربية في بلد هنعرف كل تفاصيلها هي اللي مختصة بتصنيع السلاح وتوزيعه وبيعه على مستوى العالم. خلوني ارحب الاول بضيوفي وضيوف حضراتكم، بضيوف ومنفذين ومنتجين فيلم على الحافة. اسمحوا لي ارحب بالمنتج الكبير الاستاذ طارق الشيمي، برحب بحضرتك والف مبروك على الجائزة. اهلا بيك استاذ طارق. اهلا بيك. اهلا بيك. وبرحب ايضا بالمخرج المنفذ الاستاذ اشرف سمير عبد الباقي، اهلا بيك استاذ اشرف، منورنا. اهلا وسهلا بيك. الف مبروك على الجائزة، حاجة جميلة جدا انه نكون مشاركين في الجائزة الاولى في هذا المهرجان، وانا زي ما سمعت من حضراتكم قبل الهوا انه مهرجان ضخم جدا والفرص فيه بتبقى صعبة فعلا يعني. ده حقيقة. اتفضل يا استاذ طارق. صباح الخير الأول. صباح الخير. صباح الخير على مصر الجميلة. سعيد باللقاء التاني بحضرتك. أنا قبل كده حضرتك اتشرفت بوجودي في برنامجك برضو في فيلم كان عن رئيس دولة كازاخستان نزار الدين بايف. نعم. من حوالي 3 سنين. صحيح. والنهاردة برضو إصراري برضو للعالمية أنا عند حضرتك، بس الحمد لله المرة دي أنا جايب بشهادة تقدير باسمي أنا والأستاذ أشرف باعتباري البروديوسر أو المنتج المنفذ اللي نفذ هذا العمل اللي هو على الحافة، وخدت الحمد لله الجائزة بتاعتي اهي. دي جائزة أنا بتشرف بيها جدا إن أول مصري أو أول عربي ياخد جائزة في مهرجان كبير زي ده. فاستقبال كان حافل جدا. انت تكلمني الاول عن الجائزه، عباره عن سيف، ده السيف الحربي كده؟ ده السيف الحربي. هي المهرجان ده معمول في بلد اسمها تولا. تولا دي هي البلد اللي هي بلد تصنيع السلاح الروسي عالميا يعني. هم بيعرضوا الافلام كلها الحربيه. الحقيقه كان الاستاذ اشرف احد تلاميذ، لان هو اشرف بقاله 30 سنه في موسكو،
احد تلاميذ الاستاذ اللي اتعمل عليه هذا المهرجان. نعم. واحد اعضاء لجنه التحكيم بتاع المهرجان. تمام. والجايزه انا باخدها على اني ساهمت او شاركت في هذا العمل، لان اتصور 60% في مصر. كان ليا الشرف ان انا البروديوسر بتاعه. فالحقيقه انا كنت اتفاجئت ان الناس كانت منبهره جدا، وطبعا ليا فيديوهات وهم بيستقبلوني او بيدوني الجايزه. ما كنتش عارف اتكلم، لان اول مره ان انا الاقي الحشد الكبير دوت والجايزه المحترمه. فدي جايزه تعتبر اولى ليا، وانا سعيد بها جدا وسعيد بمصر. أي. وسعيد ان ابن مصر، وانا حتى في لقائي قلت لهم انا يعني جاي مش مصدق ان انا شخصيا كمصري عندي او مصر عندها الامكانيات. ليه احنا بنعمل المعجزات يا استاذ طارق؟ يعني والله هقول لحضرتك وعندنا افلام لا تقل ابدا عن العالميه واخذ الجوائز بالفعل. هقول لحضرتك يا طارق، ليه انا ليا الشرف ان انا عملت 90% من افلام احمد زكي وعطف الطيب. انا عامل الهروب وضد الحكومه وضد المهم والسيد. طيب. انت بتتكلم على افلام لوحدها يعني الحقيقه أذكر. مترخه. صحيح. فليا الشرف اني عملت ده. بس عالميا انا بقالي حوالي ده 7 أو 8 عمل اعمله مع موسكو. الفيلم ده كان تقيل قوي قوي. لانه فيلم بيتكلم معانا الصور بتاعت حضراتكم هي على الشاشه. فالحمد لله يعني كان ليا الشرف. حاجه جميله. انا هرجع لحضرتك استاذ طارق، لانه تكلمني على انتاج مثل هذه الافلام بيحتاج ميزانية ضخمة ومجاميع وديكورات بشكل معين، فبالتأكيد التفاصيل دي مهمة جدا. أستاذ أشرف، مخرج المنفذ ل 60% من الفيلم، دي حاجة مش سهلة أبدا يعني. وطبيعة التعامل مع الروس، وحضرتك بقالك 30 سنة ومعاك الجنسية كمان، كلمني عن الشغل الأول في الفيلم والفكرة بتاعته. هو الموضوع شوية قبل كده ابتدى، لان انا خدت الماجستير في السينما سنة 91. درست السينما في معهد العالي للسينما هناك، كان الاستاذ بتاعي هو يوري نيكولايفيتش اوزروف اللي متسمى على اسمه المهرجان، على شرفه هذا المهرجان. لان هو صور اكبر افلام حربية في الاتحاد السوفيتي، و يعني انا اشتغلت معاه في 5 افلام. اقل فيلم كنا بنصور ب 12 كاميرا. وما كانش الرقم يظهر. انت بيدونا عمارات 12 كاملة كاميرا. عمارات عايز اقول كاملة. بس المشاهدين انه ده رقم ضخم جدا ومرعب. يوسف بكاميرتين. بس هو الانتاج هو اللي بيفرض دوت. صلاح الدين. يعني الانتاج هو اللي بيفرض. الدولة هناك اديتنا شوارع كاملة مدمرة بحق وحقيقي بديناميت حقيقي. فعلا. فالعمارات لما تقع ما بتقفش تاني، مش ديكور. فلازم ان يعني انت بتجيب اللقطة مشهد. ايوه، ما انت بتجيب 12 كاميرا راكبين، كاميرا على المجاميع، كاميرا على الطيارات، كاميرا على المبنى ده، كاميرا على الممثل الرئيسي بتاعك وإلخ، عشان تاخد في المونتاج بعد كده ربع دقيقة او ربع دقيقة او ثمن دقيقة. فهناك من احد المشاكل الكبيرة في الانتاج الحربي ان هو بيحتاج دايما الدولة تكون واقفة وراه، لان ما فيش انتاج حربي قوي ينفع بشكل خاص. لازم الدولة تدي جيش وتدي دبابات وتدي طيارات وتدي عساكر، علشان تبقى، لان كل دولة بتحاول تمجد تاريخها العسكري. وده طبعا شيء برضو يشرفنا احنا كمان، لان تاريخنا عريق وجميل، ممكن يطلع منه افلام كتيرة يعني. صحيح. فضل. فالمهرجان دوت مفروض اتعمل على اسمه ده الدورة 17. ده بيحصل كان كل قبل كده كان بيحصل كل سنة في مدينة من مدن الاتحاد السوفيتي. وبعد ما اتفتحت مدينة طولة، لان هي اللي كان عايش فيها كلاشينكوف اللي هو مخترع اكبر واوسع اهم سلاح تقريبا او الي زي ما بيقولوا، فتعملت هناك واتفتحت هذه المدينة للاجانب انهم يخشوها. فابتدى المهرجان يتعمل هناك كنوع من التشريف للافلام الحربية. واحنا فتحنا نجمة باسم الاستاذ بتاعنا في شارع من احد الشارع، كان اول نجمة تعمل زي شارع النجوم كده بتاع اليود. وبيشترك فيه اكتر من 12 دولة. ودي الدورة 17. انا شايف قدامي مراسم تسليم الجائزة، واعتقد انها مراسم خاصة جدا يعني. انا اختاروني ان رغم ان انا عضو لجنة التحكيم وضيف شرف للافلام الروائية، لكن اختاروني بما ان انا يعني متكرم برضو بالجائزة ديت مع الاستاذ طارق، ولكن اختاروني ان انا اللي اديها الاستاذ طارق بما ان انا اخر واصغر تلميذ للاستاذ نفسه. فادوني هذا التكريم الدبل يعني. لان طبعا استاذ طارق استاذنا كلنا، لكن انا بما ان انا تلميذ هذا الاستاذ يعني كنوع من
بس التقدير لحضراتكم كبير جدا. يعني ارجع لحضرتك استاذ طارق وتكلمني عن اهم النجوم اللي شاركوا في هذا الفيلم، وتكلمني على كواليس التصوير هنا، كنت البروديوسر، اعتقد ان كل التفاصيل الكبيره والصغيره كانت طبعاً. من 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 مهام حضرتك. اتفضل. هو الحقيقه النجوم المصريين كان معايا اشرف طلبه، كان امير دواعش وهو زميلي ودفعتي اشرف، تامر شلتوت المذيع الجميل برضو كان معايا، اسمها ايه طعيمه، اسف انا اسف، بنوته جميله برضو وبنتي وليلى اشرف سمير عدبائي، دي نصها روسي ونصها مصري وخريجه معهد المسرح، خريجه معهد المسرح دي كانت من ضمن الممثلين. كان معانا روزا طبعا الممثله العالميه من اوزبكستان، كان في اكثر من 25 قوميه في الفيلم. تقريبا 25 25 جنسيه مختلفه، اوزبكستان وروس ومن جميع الحقيقه هم الناس صرفوا كويس على العمل، هم ناس يعني عارف انت بتشتغل وانت مبسوط معهم جدا، لان بيصرف في مكانه، ما بيصرفش غلط يعني. فكان عندي مجاميع كتير جدا، عندي متفجرات، عندي استاف مصري كبير جدا يعدي 130 بني ادم انت بتعامل معهم في وقت واحد غير الاستاف بتاعهم. الحقيقه انا شفت معاهم شغل كويس جدا، بس انا ليا الحقيقه كذا عمل قبل كده معاهم، حوالي 7 اعمال. عرفت بقى طريقتهم، عارف طريقتهم وعارف ازاي الناس دي بتدفع في المكان الصح، او بتصرف يعني في المكان ما بيبخلوش على العمل، ما بيبخلوش على العمل خالص الحقيقه، حتى خالص في التفاصيل الصغيره لا 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 خالص. وجايين بيعملوا شغل بجد، موعده محترمه جدا. كلمني يا استاذ طارق عن اختيارك لللوكيشنز او الاماكن اللي اشتغلتوا فيها، اعتقد انها كانت اماكن بدرجه خاصه جدا. طبعا يعني طبعا. لان انا عندي مرسومه في السكريبت. طبعا عندي متفجرات وعندي حاجات فليها اماكن معينه. يعني انا عندي اماكن، طبعا مدينه الانتاج وفرت لي الحقيقه حاجات كتير جدا واماكن كويسه جدا، قدرنا في المعاينه المخرج هو ومدير التصوير والاستاذ اشرف كمخرج منفذ في المساله، ان احنا في المعاينه خدنا وقت كبير جدا عشان نحضر هذه الاماكن. وفي بعض اماكن لازم نفجر فيها كانت صحراويه زي الحزام الاخضر. فالحقيقه الدوله وفرت لي ان انا اعمل الانفجارات والحاجات دي موجوده في الحزام الاخضر يعني. فكان عارف حضرتك التحضير بالنسبه لنا او حسب اللي انا اتعلمته من اساتذتي، ان لازم التحضير اصعب مرحله طبعا. يعني انا التنفيذ بالنسبه لي بيبقى سهل، كل حاجه مترتبه صحيح، كله في وقته وكل مواعيده. انما هو التحضير اللي خد معايا وقت، خد معايا مجهود جامد جدا بالاستاف الانتاج الجميل اللي كان معايا زمايلي واخواتي، بالاستاذ اشرف كمخرج منفذ ومساعدته وترجمته، لان هو نص روسي ونص مصري الحقيقه. فكان لو انا كل مصري بس بس هو دارس هناك فاللغه عنده قويه، فالاستاف اللي كمان اللي كان معايا اللي هو المترجمين كان ناس هايله، الاستاذ شريف طبعا، وكل دولت الحقيقه كانوا محوطيني جامد جدا على اساس نوصل مع بعض لاحسن حاجه وشفنا طبعا، والحمد لله قدرنا نعمل حاجه كويسه وكرمنا عليها. استاذ اشرف لو اتكلمت عن حدوته الفيلم وعايزين نوضحها كده للساده المشاهدين، وخاصه اختيار داعش في الموضوع، لانه طبعا في الفتره الاخيره هم لعبوا دور كبير جدا فيما حدث سواء بقى في الدول العربيه او بيحصل في انفجارات في بعض الدول الاوروبيه. هو الموضوع داعش هو اكتواليتي جدا في روسيا دلوقتي، لان روسيا نفسها بتحارب الدواعش في سوريا والعراق. فالموضوع بالنسبه لهم صحيح. مهم جدا وحساس، لان ابتدوا يرجعوا من هناك بعض اللي كانوا مجندين وممسوح عقولهم للمجتمع الروسي، فعشان كده بيحاولوا يحاربوه، وعشان كده انتاج القناه الروسيه الاولى لهذا المسلسل ومساعده الاستاذ طارق بيظهر للشباب اللي هناك ازاي بيتمسح عقولهم عن طريق الانترنت وعن طريق التجنيد وعن طريق الشغل الدايم على الدماغ واستغلال الدين، لان هناك في 3 بنات، هي قصه 3 بنات، واحده فيهم بتروح علشان هي عايزه تروح داعش لان جوزها كان داعشي ومات، فبيحاربوها في المجتمع الروسي كلهم بيقولوا عليها مرات الارهابيه وإلخ، خصوصا بعد ما عرفوا حقيقه تشويه صوره الاسلام بهذا الشكل.
فبيحاربوها فما بتقدرش تعيش، فبتروح هي وابنها تنتقم وتحارب مع الدواعش، وبتكتشف بعد كده هذه الأكذوبة وهذا الخداع وهذا الكذب وهذا الإرهاب الرهيب، فبتحاول تهرب من هناك. الاثنين التانيين بيضحك عليهم عن طريق الحب وعن طريق الإنترنت وعن طريق اعتناق الإسلام بشكل يعني جملوا لهم الوضع جدا، لحد ما وقعوا في براسن هذا المجتمع الإرهابي، وكان لهم خطط تانية ان هم يجيبوا واحدة كمذيعة تتكلم لغات عشان توصل لغة الإرهاب للعالم كلها. المهم ان هي عن ثلاث بنات ومأساتهم في تجربتهم في داعش وتجارة الأعضاء. الجنسية اللي مثلوها البنات جنسيات عربية؟ لا، هم ما فيش جنسيات عربية إلا زوجات الدواعش والدواعش. دعاء طعيمة. لكن دعاء طعيمة. لكن وبنتي ليلى. لكن بشكل عام هي جنسيات أوزبكستان كازاخستان، دي جمهوريات إسلامية. أنا أعتقد برؤية المخرج إنه الحروب التنظيمية أو الجيوش النظامية مختلفة عن حرب العصابات اللي بتقوم بها داعش، دي برضو أخدتوا بالكم منها إزاي واشتغلتوا عليها إزاي، ولا كان الكواليس كلها في الأحداث اللي بتدور جوه؟ هي الكواليس طبعا في الأحداث، ولكن برضو تنظيم، بما أني دارس أفلام حربية فتنظيم أنك تعمل حرب عصابات وحرب ما بين في الحواري والأزقة وإلخ غير الحرب العامة. يعني لما كنا بنصور مع الأستاذ، لما تخلي 20 دبابة تتحرك بتصورهم طيارة هليكوبتر من فوق، مع غير ان انت بتصور ناس بتخش بيوت وبتفتش وبتتاجر في الأعضاء وبتتاجر في المخدرات باسم الدين وبتشوه هذا الدين بهذا الشكل. فهو الموضوع هنا حساس جدا ومختلف، وعشان كده بعد المسلسل دوت اللي عمل ضجة على فكرة في القناة الأولى جدا. وعشان كده احنا الحمد لله لسه كنت عايز اسألكم مضينا أكتر من عقد واحنا موجودين هناك على انتاج مثل هذه البتاع، لان الدولة هناك اهتمت، لان هو يعتبر انتاج دولة بس عن طريق شركة اسمها روسكا. تمام. اللي هي طبيعي جدا، لانه زي ما حضراتكم قلتوا قال الأستاذ طارق انه دي قدرات دولة، ما هياش هتيجي على منتج. وقدرات دولة على فكرة ما بتكلفش فلوس كتير للدولة. لكن هي ممكن تكلف حد لو قطاع خاص بتكلفه أرقام كبيرة، أضعاف كبيرة جدا وملايين الملايين. صحيح. الفينال بتاع الفيلم، القصة، الرسالة اللي وصلت كده نحرقها ايه؟ وتقولوا لنا لو هيتعرض، يعني احنا كان نفسنا يتعرض وتاخدوا القنوات. انا حاليا دلوقتي الحقيقة يعني في مسعى ان انا هجيبه مصر المسلسل. كويس. وهعرضه زي ما الاستاذ اشرف قال، احنا بعد هذا العمل وبعد التكريم الناس تقبلونا، والحمد لله مضيت اكتر من عقد ان انا اعمل اعمال روسيه مصريه هنا في مصر. جميل. وده قريب باذن الله هبداه. وقدرت ان انا اتكلم معاهم ان انا ابدا اخد منهم الاعمال المهمه عندهم وابدا اعرضها عندي هنا في مصر. ممكن يحصل لها دوبلاج، وانا هنعمل ده. ده بيجيب كويس قوي زي انا اوريدي بعمل افلام ومسلسلات بالمعالجات وبالكواليتي لا تقل جمالا وانتاجا عن التركي والهندي. بشكركم طبعا على القضيه نفسها ومشاركتكم وثقه حتى الجانب الروسي في اولاد مصر ان هم ينفذوا 60% وموجود هنا في مصر. ده شيء الحقيقه عبقري. مصر جميله وهتبقى اجمل طبعا وجود ناس زي حضراتكم. هنتظركم السنه اللي جايه ان شاء الله، وانتم برضو فايزين باذن الله. يا ريت يا ريت وانتم موجودين. زي ما قال الاستاذ طارق ان انا استضفته، وكان ليا الشرف استضفته من 3 سنين بجائزه وكان فيها اسم مصر. النهارده بنستضيفه مره تانية، السنه الجايه ان شاء الله هنتظركم هنا في نفس المكان باذن الله. تنوروني. شرف لينا. كل سنه وحضراتكم بخير ودايما في ابداع وتالق. كان نفسي انا عندي كان عندي كلام كتير قوي خاصه مع المنتج الكبير الاستاذ طارق الشيمي، لانه عايزين نرجع عصر السينما مره ثانيه. ده بتمنى وبتمنى من الدوله ان احنا نعمل افلام تمجدنا وتساعدنا ان احنا نعمل الافلام الحربيه بجد. انا نفسي مفتوح ان اعمل ده. انا بشوفه هناك بقد ايه الدوله بتسهل الكلام ده. انا عاوز اعمل فيلم عن امجادنا وعن سينا وعن جيشنا المحترم وعن شرطتنا المحترمه. طبعا. لازم ابين وابرز دوت وتساعدوني ان انا اعمل ده. في كلمه مهمه جدا علموها لي اخيرا. ان السينما سلاح. احنا طبعا. موضوع الدواعش ده لتوعيه الشباب ده مهم جدا، لان ده سلاح زي الصواريخ وزي طول عمرها فندم السينما. زي ما انا قلت في المقدمه احنا بنتكلم على قوه مصر الناعمه. بالظبط. والقوه دي بتقدر توصل رساله. مشهد واحد
بيعبر وبيعدي كتير قوي المشهد الواحد شاب او عشر. الاف الكتب تقدر توصل من خلال هذا المشهد. نورتوني حبيبي المنتج الكبير الاستاذ طارق الشيمي، شكرا جزيلا لوجودك والف مبروك. والمخرج المنفذ الاستاذ اشرف سمير عبد الباقي، شكرا جزيلا، نورتوني في مصر جميله حبيبي. تحياتي لحضراتكم، بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي بحضراتكم والحوار الاهم على الساحه الرياضيه وهو كأس الأمم الأفريقية مع ضيفي الناقد الرياضي الأستاذ إيهاب شعبان بعد هذا الفاصل.